الحديث كتر الأيام اللي فاتت عن تسرب وثائق تحدد الضربة الإسرائيلية والأهداف الإيرانية اللي هيتم ضربها. هذه الوثائق تم تسريبها من الولايات المتحدة الأمريكية. دي مثلت صدمة للأمريكيين والإسرائيليين الاثنين على السواء، ويمكن دي هي السبب في تأجيل الضربة الإسرائيلية ضد إيران. في مفاجأة حصلت. المفاجأة الحقيقة اللي حصلت إن الأجهزة الأمريكية توصلت إلى أن مديرة مكتب مساعد وزير الدفاع الأمريكي هي اللي سربت هذه المعلومات، وتم القبض عليها بتهمة التخابر مع إيران. في التحقيقات ووفقا لمصادر عليمة، المسؤولة قالت، المسؤولة الأمريكية، إنها هي اللي سربت الوثائق إلى إيران. أما إيران من ناحيتها فضحت المخطط ونشرت الوثائق على الإنترنت في كافة المواقع الخاصة بها. أجهزة الاستخبارات الأمريكية بدأت تحقيقات موسعة لمعرفة المعلومات اللي تم إرسالها لإيران في الفترة الماضية خاصة، وإن المسؤولة الأمريكية المقبوض عليها أولا تمتلك تصريح من الفئة الأولى تسمح لها بالاطلاع على الوثائق ذات أعلى درجة من السرية، واللي هي بتشمل المعلومات عن الأسلحة النووية وأماكنها ومواقع الأسلحة والتمركزات الأمريكية في الشرق الأوسط. كل ده هي عارفاه. وبعد القبض على المسؤولة الأمريكية بساعات، تم القبض على 6 إسرائيليين و7 فلسطينيين بتهمة التخابر مع إيران، ودول اعترفوا أنهم قدموا لإيران معلومات وصور وإحداثيات كافة القواعد والأماكن الهامة للجيش الإسرائيلي. مسؤول إسرائيلي كبير قال إن المعلومات دي كان لها علاقة بدقة واستهداف إيران للقواعد الإسرائيلية اللي ضربتها مؤخرا، وأيضا إحداثيات خاصة بمقار ومنازل المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، ومن بينها منزل نتنياهو وغرفة نومه، وده اللي اتضرب مؤخرا في إسرائيل لما جت طائرة مسيرة وضربت غرفة النوم الخاصة بنتنياهو.